تمويه الخلفية أحيانا يكون لتركيز على شيء معين في الصورة، أو مثلا أحيانا نريد ألا تظهر خلفية الصورة لتكون أكثر احترافية. عندما تستخدم مواقع لتمويه الخلفية ستخسر جودة الصورة، لكن سنستخدم الآن بوت على تيليجرام يعمل بالذكاء الاصطناعي، وبضغطة واحدة يتم تمويه الصورة وأيضا يرفع من جودتها 4 أضعاف. فالبوت يقوم بعمل تمويه الخلفية ويرفع من جودة الصورة. اسم البوت ريموف باكراوند. طبعا البوت ليس فقط لتمويه خلفية الصورة، وإنما أيضا لإزالة الخلفية وأدوات أخرى. هذا هو الاسم المعرف للبوت. نضغط على مشاركة لنحدد الصورة. نختار الصورة. ولكي نرسل الصورة للبوت بجودة عالية ولا نخسر الجودة، نحدد الصورة ونضغط على نقاط ونختار إرسال كملف. الآن سيتم إرسال الصورة للبوت بجودتها الأصلية. تظهر لنا عدة خيارات، نحدد على Blur Background. يقول لنا ما هي نسبة التمويه التي تريدها، تمويه ضعيف أم تمويه قوي؟ سنختار مثلا 80%، وأنت تختار النسبة على حسب ما تريد. ننتظر بينما تتم المعالجة. انتهى من المعالجة. نلاحظ أنه زادت جودة الصورة 4 أضعاف. كانت الصورة تقريبا 2 ميجا بايت، بعد التمويه أصبحت أكثر من 6 ميجا بايت. فالبوت أيضا كما تكلمنا يرفع من جودة الصورة. هذه النتيجة النهائية. بعد التعديل وقبل التعديل، تم التمويه بطريقة احترافية وخلال ثواني ومجانا، ويمكنك أن تحدد قوة التمويه التي تريدها ولا تخسر جودة الصورة. والآن شكرا على المشاهدة.